أنا كنت عند الدكتور وعم بيقول لي إنك أنت متراجع. اسمع سلطان، أنا بحبك إيه؟ وقفت جنبك ورح أبقى واقفة جنبك إيه؟ بس بعد كل العذاب اللي مرينا فيه إنك تتراجع؟ شان شو؟ لك أنت ما عم تحس فيني؟ ما بيخطر لك إنك إذا نكست رح تدمرني معك؟ بكون قاعدة ناطرة خبر عن أهلي وهن بالشام، ومع هيك أنا ساكتة وما عم بحكي. بس توصل معك لهالدرجة وتفكر بكل شيء إلا فيني؟ هترجع تمشي على رجليك من شاني ولا لا؟ سلطان، وجودك بحياتي معوضني عن أهلي. انت كل شيء بالنسبه لإلي. صدقني انا بحاجتك اكثر ما انت بحاجتي. ما بقادر ترجعك. شد حالك ورجع لي. لأنكم متضايقة مني بعد. لا، ليه بتقول كده؟ ما أدري عنك، كل ما بيتكم تتهربين كأننا نلعب فار وقطو. أنت فار وأنا قطو. معلش، أنا بس متلخبطة الفترة دي شوي. أنا طالع من هالبيت ما بي بيتكم دم. تعالي 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 بس اقعد. أنت رايح فين؟ أنا قاعد عندك ما تسولفين ولا تضحكين ولا شيء، مبرطم 24 ساعة. والله العظيم أنا مش متضايقة منك بجد. أنا متضايقة من نفسي. تدري يا كايلة، أنا مستعدة أشوف الدنيا كلها متضايجة إلا أنتي. نسيتي يا كايلة يوم كنا صغار؟ ما خليتي مصيبة إلا سويتيها، وعلى طول تيجي تنخشين وراي كأني أنا المحامي مالك. على العموم أنا بعدني نفس ما أنا، أي وقت بتنخشين وراي تعالي وأقول لك بعد الحين متى أنت، يعني لو خشيتي وراي ما حد بيشوفك. كلنا زعلانين على الناس اللي عم تموت. كتر خير الجيش اللي ما عم يقصر. بعدين انت رحت عملت شيء نبيل لما رحت لهونيك. هي بس انا ما سويت شيء، كان لازم اسوي اكثر. ما في داعي تحمل حالك فوق طاقتك.